The catalytic activity of that enzyme is recycled to a small portion called active site A. Enzymes are largely not in different natures. You will see that. Enzyme B requires to take the light, the conversion of the catalytic is best identified as cofactor A. Doctor! The entire minus H to the لا يا باشا، ريجوليشن
في نشاط الانزيمات. ركز معايا، لو انا الحصه دي عايز انتهى وانت انتهى كده عشان منظر زي بقى حلو بقى وبتاع، وجبت اثنين عمال يدوها قالوا لي احنا نشتغل من الصبح لغايه العصر وهنجيب لك الحلقه دي في يومين، وانا عايز اليومين دول يقلوا اعمل ايه؟ عندي احتمال كتير، بدل اثنين عمال اجيب اربعه يعملوا عربه بكسب الدم الاربعه دي كاين معاهم مش عارف. ريلاكس ريلاكس. الجين بتاع الانزيم ده
يطلع كمية بلا بروتين اسمه جي سبشن. زودت جي سبشن وده اسمه اندكشن. واللي يعمل اندكشن اسمه انديوسر. بيحس طب مين اللي يعمل اندكشن؟ مين هيبقى انديوسر؟ اكيد السبشن اللي هي الاحتياج لوجود الانسان ومن الممكن والمناسب. طب لو عايز الناحية التانية بقى اقلل السيمتوسيس يبقى خلي الجين اكسبريشن اعلى ولا اقل؟ يبقى انا هقلل الجين اكسبريشن. ده بلغة البايو يسمى ريبريشن. اسمها بقى ريبريشن. تضبط الجين اكسبريشن. واللي هيعمل ريبريشن اسميه ريبريفر. اللي هيعمل ريبريشن اسميه ريبريفر. تعتقد انه مين يبقى ريبريفر؟ سيستريت ولا برودكت؟ ما خلاص عندي برودكت يبقى مش عايز انزيم. وفي بعض الاحيان بعض الهرمونات برضه. يبقى خلاني انا بتكلم ازاي اتحكم في الانزيم. يا اما اتحكم في امره يا اما تاكيده يا اما الكميه يا اما النشاط. اتحكم في امره ازاي؟ اتحكم تصنيع وتاثير. سنتسيس وديجريشن. بتكلم على السيمتوزن. هو الانزيم يصنع ازاي؟ جين موجود عندنا. الجين ده يحصل له اكسبريشن. جين اكسبريشن تعبير جين. تعبير جين يعني الجين طالع الانزيم. فلو عايز ازود التصنيع انا ازود الجين اكسبريشن. ده اسمه اندكشن. واللي يعمل اندكشن اسميه انديوسر. مين يبقى انديوسر؟ وساعات الموت. فلو عايز اقلل السينثيسيس انا هزود ولا اقلل الجين اكسبريشن؟ اقلل الجين اكسبريشن. وده اسمه ريبريشن. واللي يعمل ريبريشن اسميه ريبريفر. مين يبقى ريبريفر؟ البويلر وساعات بعض الهروب. تحكمت بالسينثيسيس ممكن كمان اتحكم في الديجراديشن في التاثير. ازاي؟ بكل شيء نهائي. بكل شيء وكل من عليها تلقى وجه ربنا بالجلال والكرم ان الله يرضي عن والانزيم ده بروتين وكل بروتين له لايف سبان له عمر وبعدها لازم ايه يتكسر. ازاي الانزيم بيتكسر؟ بيتكسر عن طريق انزيم اخر مختص يعمله بالريش. بيتكسر الانزيم مخصوص ايه يتكسر. لو عايز اقلل كمية الانزيم انا ازود نشاط الانزيمات المختصة بالديجريشن. ولو عايز سيادتك ازود كمية الانزيم احتفظ بيه يبقى اقلل نشاط الانزيمات المختصة بالديجريشن. يبقى كل انزيم لانزيم يكسره. لو عايز كمية الانزيم عندي كتير هقلل نشاط الانزيمات اللي بتكسر. عايز اتخلص من انزيم بسرعه بسرعه هزود نشاط الانزيمات اللي بتعمل ديجريديشن. يبقى انا على الاماونت اتحكمت بحاجتين. اتحكمت بسينثيسيس واتحكمت بديجريديشن. سينثيسيس زودت سينثيسيس اسمه اندكشن. ويعمل اندكشن اسمه اندكشن او هقلل السينثيسيس اسمه ريديشن. واللي يعمل ريديشن اسمه ريديشن. برودكت او برودكت. اتحكم ازاي في الديجريشن؟ ازود او اقلل نشاط الانزيمات المختصه بالديجريشن. انا تحكمت في الامر. طب تعالى نتحكم في الاكتيفيتي. تشينجينج ذا اكتيفيتي. قال لك عشان اتحكم في الاكتيفيتي وفي الانزيم ثلاث حاجات. أول حاجة قال لك اكتيفيشن اوف سايتوجين أو اسمه كرونزايم. الحاجة الثانية الستيريك موديفيكيشن. والحاجة الثالثة كوفيلنت موديفيكيشن. جمع معايا ثلاث حاجات. اكتيفيشن اوف سايتوجين أو كرونزايم والستيريك موديفيكيشن وكوفيلنت موديفيكيشن. تعالى نبدأ أول واحدة ونكتب عليها ليتم هي ولم ولن يخرج من الامتحان اكتيفيشن اوف سايتوجين او بسميه برو انزيم.
هو عن القبر، فبقول زي ما قدر الإنسان. تلوغتا ايه الدرجة؟ اللغة المصرية الدرجة يقول لك الواد ده زي الجن، الواد ده جن مصور. يعني ايه كلمة جن؟ يعني يشير شقي أقدم. العكس بالطب، العكس بالطب، بالطب كلمة جن معناها جن أقدم، العكس تماما. كلمة جن معناها ايه؟ جن أقدم. يقول لك فاي برينو جن ان اكتو بيب سينو جن ان اكتو بيرسن، بيب سينو جن ان اكتو بيرسن، زاي مو جن ان اكتو بيرسن. اصل اول حصه لو تفتكر انا قلت لك كلمه زاين تؤدي معنى، هو الاسم هو زاين، انا حطيت ان ليه؟ لانه بدون احسن هو داخل. حتى لما سميت الانزيم اللي ار ان اي نيشن رايبو زايم، من الكلمه زايم. طب زايمو جن يبقى ان اكتو انزايم، او سميناه شمس ما قبل الانزايم رو انزايم. طب لو عرف الزايموجين او دي ار انزايمز سيك ريدد ان 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 اكتو، يبقى انزيم تم انتاجه في صوره غير نشطه. انزيم سكريتد ان 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 اكتف فورم. قال لك ايه؟ قال لك لان الاكتف سايت بيبقى ماسكت باي. يعني ماسك؟ يعني ماسكت باي بولي بالتايد شيب. يعني في بولي بالتايد شيب مغطيه الاكتف سايت. بص ازاي؟ ادي الانزيم اهو، وادي الاكتف سايت، وفي غطا اهو، في ماسك اهو مغطي الاكتوسايت. فلو عندي هنا سابستريت هل ينفع تشرب؟ لا. يبقى الانزيم هنا اكتف ولا ايناكتف؟ يبقى اسمه جن زايمو جن. فلو عارف ازاي مشروع معايا انزايم سكريتي ان 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 اكتوسايت. وليه؟ عشان اكتوسايت ماسك باي بولي بالفايت شيب. لو انت شكله ازاي اعمل وقت مش لو عايز اعمل اكتيفيشن ببساطه، شيل الماسك، شيل البوليبيبتايد تشين اللي مغطي الاكتوسايت، يبقى اكتف زي الفل وتشبه في السبستريت ويحصل الرياكشن. هقول لك اديني اسئله، انا من النوع اللي بحب الاسئله، اديني الاسئله، خد اسئله. زي مين؟ قال لك زي الدايجستيف انزايم، انزيمات الهضم، زي انزيم اسمه بيبسين بيقع في المعده، بس طلع بصوره غير نشطه، يسمى بيبسينوجين. طالما جن يبقى مش نشط. اول ما يسيب الورق والزر ويروح التكوين في الكافي يلاقي وشه اتش سي ال، الاتش سي ال يروح شايل الحته اللي مغطيه الاكتيف سايت فيحوله للاكتيف فورم اللي اسمه ايه؟ بيبسين. عضل واكتيف. مش بس كده، انا زي ايه اذاكر؟ لو انا كويس اخلي اصحابي يذاكروا برضه. انا شاطر ابقى حابب اصحابي يعني يبقوا شاطرين زي ما. فالبيبسين ده بقى اكتيف واصحابه يا عيني لسه انكتيف. فعشان كده ممكن البيبسين يساهم في تحويل بيبسينوجين الى بيبسين، ممكن البيبسين يعمل اكتيفيشن لنفسه بنفسه، ده اسميه اوتو كاتاليسيس او اوتو اكتيفيشن، تنشيط ذاتي. البيبسين نشط نفسه بنفسه، ده اسمه اوتو كاتاليسيس او اوتو اكتيفيشن. طيب مثال اخر، في انزيم بيطلع من البنكرياس اسمه تريبسين، بس برضه بيطلع بصوره غير نشطه، بيطلع بصوره تسمى تريبسينوجين ان اكتيف. ليه؟ الاكتيف سايت بتغطي بيبولي بالبنكرياس. طب عايز انشطه من البنكرياس راح الانتستين، في الانتستين ده انزيم اسمه انتيروكاينيز،
او يديله بيبر تايب ليزر، راح شايل البوليفيتايب اللي مغطيه الابتسايت، وبالتالي اصبح نشط ويسمى ايه؟ تريبسن. بس انا برضو يا براء بحب الخير لكل يطلع انا نشط مخوتي نكتب نروح التريبسن وسايم اهو في تحويل التريبسولوجين الى تريبسن، ده اسمه اوتو كاتاليسيس او اوتو اكتيفيشن. يا مرة كمان كلمة زايمجين والبعاية انزايم سيكريت الان الاكتوفوت ليه يا وال؟ عشان الاكتوفوت يبقى ماسك بار ويبضطل بيبوري بيبتنشين. ازاي اعمل اكتيفيشن بيبوري بيبوري بيبتنشين؟ عندي اكتنة تايجيست الانزايم البرس الضايع في فرص ما بيبس سينوجين بالاتش سي ال يتحول الى برس، وممكن يكتبين نفسه بنفسه اسمه اسمه كاتاليسيس او اوتو اكتيفيشن. التريبسن طلع في صوره غير ناشطه في دمها بروفيروجين بيديله كاليسيو يسبح، وممكن يكتبين نفسه بنفسه اسمه ايه؟ اوتو كاتاليسيس او اوتو اكتيفيشن اسمه ايه؟ ليه؟ السؤال بطريقه ثانيه، ليه زيادتك انزيمات الهضم طلع في صورة الاكتيف؟ بص معايا، هو سعادة الباشا اللي اسمه بيرسون ده طلع منين؟ طلع من الوول اوبستوك، طالع من خلية المعدة التي هي بروتين بيهضمها، وهو وظيفته انه يهضم البروتين. فلو طلع بصورة نشطة هيهضم الخلية اللي صنعته، فخلناه يطلع بصورة غير نشطة بالاكسيوجين. والاكتيف سايت بتغطي بتغطي بيقولي بالبايوشين. لما يسيب الوول اوف ذا ستومك ويروح بالتجويف في الكافيتي ويقابل اتش سي ال، اشيل البوليكاتايد اللي مغطيه الاكتوسايت ويصبح بصوره اكتف ويسمى بيبسن. لو حد بيفكر يقول لي يا سلام يا اخويا ممكن يرجع الوول تاني ويقطعه تاني، اقول له لا 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 لا، ربنا كريم، ربنا خلى الوول محاط بطبقه سميكه من ميوسين من ميوكس من محاط، وبالتالي يمنع وصول الاكتف بيبسن لجدار المعده. انت زكي يعني بس بطل ربنا كريم حكمته كبيره. وهكذا تريبسن طالع منين؟ من البنكرياس. لو طلع نشط لو طلع بيبسن هيهضم خليه البنكرياس اللي صنعته. فبالحق نعمل ايه؟ يطلع بصوره غير نشطه يسمى ايه؟ تريبسنوجين. ولما يروح لتجويف الامعاء يلاقي الانفيروكاينيز يعملوا اكتيفيشن. طب ايه اللي يخلي التريبس ده ما يهضمش؟ برضه في مخاط في ميوسين طبعه جامده قوي مغطيه الوول بتاع الانتستين من الداخل، يبقى ما ينفعش التريبس يشتغل. يبقى عرفت ليه انزيمات الهضم طالعه في صوره غير ناشطه؟ عشان ما تهضمش الخليه اللي صنعتها ده اول ما ايه كمان غير الدايجستيف انزيمز؟ انزيمز اوف بلاد كلوتنج، انزيمات التجلط بتصنع وبتبقى موجوده في الدم ولكن في صوره غير نشطه. امتى يحصل لها اكتيفيشن؟ لو حصل انجري، لو حصل جرح في الوعاء الدموي. طب الدكتور يقول لي انا عندي فكره يا دكتور، اقول يا بنت ايه رايك نصنعهم لما الجرح؟ هو ليه لازم يكونوا موجودين قبل ما اتجرح؟ ممكن ما اتجرحش. طب لما اتجرح اصنعهم. فخليك معايا. انت عارف عشان اصنع الانزيمات اللي هي بروتينات هعمل ايه؟ الجين يحصل له حاجه اسمها ترانسكريبشن يدي ام ار اي. والام ار اي يحصل له حاجه اسمها ترانزليشن فيطلع انزيم. على ما تعمل ترانسكريبشن وترانزليشن تبرمه. نزلت حتى الموت. انتوا عارفين وظيفه الكو اجلوشن ايه؟ اقفل الوعاء الدموي فامنع النزيف. فلو انا مجروح وبنزل دلوقتي وقاعد مستني يلا صنعوا الانزيمات بسرعه، ساعتين ثلاثه هموت. فلازم الانزيمات دي تكون موجوده اوريدي موجوده في اي وقت في الدم
لكن بصورة ايه؟ انكتف. فوانس حصل انجري في ثواني معدودة يصبحوا ويشتغلوا ويعملوا كوابريشن. الكلام ده جميل قوي ودي جروب عالي جدا اسمه ايه؟ زايموجين. كلمة جين معناها انكتف. عرفوا معناها هو ايه؟ دي ار انزايم سيكريتد الان انكتف. ليه؟ اكتف سايد ماله؟ ماسكن باي بولي بالتايلوجين. وساعات النشا اكتيفيشن بيحصل ازاي؟ في الريموفال وفي البولي بالتايلوجين. مثل ايه؟ يا اما دايجستيف انزايم يا اما انزايم اوف كارب بروتين. الدايجستيف زي البيبسي طالع في صوره اسمها من اتش سي ال يبقى وممكن اوتو كاتاليسيس او ريكو اكتيفيشن. تريب سيم طالع في صوره اسمها تريبسولوجين. بنزين اسمه انتيرو كاينيز يتحول الى وبرضو اوتو كاتاليسيس او اوتو اكتيفيشن. مين كمان طالع بصورة الاكتيف؟ الانزيم فور بلاد بروتين. عشان كده الزايموجين اسمه برو انزيم. يعني برو ما قبل الانزيم. الصورة النشطة الغير نشطة اللي قبل الانزيم. بس مو زايموجين او بسميه برو انزيم. ودي اول حاجة في التحكم في الاكتيفيتي سميناها مع بعض ايه؟ اكتيفيشن اوف زايموجين. تعالى التانية بقى. الستريك موديفيكيشن. يلا بينا على مارينا استنى خلاص ماشي. الستريك موديفيكيشن الوقت بتاع مارينا يقول ان انت صدع فيك بأمانة ربنا صدع فيه. طب ده لا بصي تتخيل مع داليا الفشل اللي جنبك دي هتفشل طول ما انت جنب داليا ملجماك. الفشل دي مبوظه اخلاقك خلاص يا فاشله يا بايظه خلاص. فانا فاهم ده معنى الاستريك. قلتها كذا مره يا دكتور. انت قلت ان الانزيم ده لارج بروتين مولكيول. انت قلت كل حاجه. قلت ان اهم مكان اسمه اكتف سايت او كاتاليتيك سايت او سبستريت بايندينج سايت. قلت كمان ان في مكان اسمه الستريت. والستريت معناه انذر سايت لارجر ذان السبستريت بايندينج سايت. قلت لي بيشبه في مودي بيموديفاي بشكل مين الاكتف سايت. ممكن يخليه ليس سوتابل تو فايند السبستريت. بس الستريت ولو مور سوتابل تو فايند السبستريت الستريت يا دكتور عارفينه خلناه قلته مش براحتك براحتك. احنا درسنا الستريت انت ايه دكتور مكتوب عندك اكسبيرتي بيقول شرحناها يعني لكن ما شرحناش كل التفاصيل بتوع الاكتيفيتور. فانا هشرح لك دلوقتي الستريك اكتيفيتور. مين يقول معايا؟ مين يقول؟ قول معايا. هو الستريك اكتيفيتور مش بيشبك بالالستريك سايت ويعمل تغيرات في شكل الاكتيف سايت يخلي مور ولا لسه تبون؟ يعني عمل ايه في افينيتي؟ يعني عمل ايه في ام؟ احسن برافو عليك احسن يا قال لك ليه؟ هو غير بشكل الاكتيفيتي خلى مور سوتابل تو بايند سابستري. مور سوتابل يعني زود افينيتي يبقى قلل كام. والدكتور قال لنا الدكتور عدنا ولأي حاجة الستريك هتأثر أفينيتي وكمان كاتاليتيك أكتيفيتي. فاكر؟ أي حاجة الستريك دي قاعدة بتأثر أفينيتي وكاتاليتيك أكتيفيتي. أنا يا فرح أكتيفيتور أكتيفيتور أعمل إيه في كاتاليتيك أكتيفيتي؟ هزودها. أعمل إيه في ماكس؟ هزودها. يعني سكتك انا قللت الكي اف وزودت البلاس. هتلاقي الكلام ده بالظبط
بالظبط عكس الالوستريك انرجي. الالوستريك انرجي كان بيزود الخيال لقال العكس ده يا مؤمن حتى المثال العكس. فاكر المثال ده كان اي تي بي يوقف البي اف دي واحد. سبحان الله لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. الى الاي ام بي بينشط البي اف دي واحد. انا حتى هناك سالتها قلت لك الاي تي بي ده معناه ان في انرجي وبالتالي اوقف الانزيم اللي بيطلع الانرجي فالاي تي بي وقف البي اف دي واحد. خد الثانيه بالفرق تقول لك وجود اي ام بي معناه ان ما عنديش انرجي يبقى اوقف ولا انشط اللي بيطلع الانرجي. فالاي ام بي الستريك اكتيفيتور للبي اف دي واحد. يبقى الستريك موديفيكيشن ما فيهاش دي يا بايظ يا اللي ورا يا حقير يا اللي ورا. لا الستريك موديفيكيشن ما فيهاش دي. احنا قلنا مادة شبك الستريك سايت غيرت شكل الاكتيف سايت للسودا ملتبه انهبت الخلاصات مور سودا ملتبه اكتيفيتور بيتكلم العكس بقى مور سوبر يبقى بيتي زائد كي ام بي ايه والدكتور ايه الحاجه الالوفيك هتاثر وكمان كاتاليتيك اكتيفيتي اسمي اكتيفيتور يبقى هزود الكاتاليتيك اكتيفيتي يعني هزود الناس يبقى قلل مزود الناس. هتبص هتلاقي سيادتك ده عكس الايمان بالظبط العكس والمثال برضو بالعكس. يقولك الـ A and B activate الـ B الـ B and B وده الحاجة التانية اسمها الستريك موديفيكيشن. استناكم لما كل واحد يكون مزنوق في بقه كلمه عايز ولا استناكم عايز انا مش ورايا حاجه يا لهوات يا فشل يا بايظين اللي هسمعه بينطق كلمه بره واخلص منه على طول. يبقى خلصنا اللي اتقال له استلك ايه تعالى الكلمة الثالثة قال لك اسمها covalent modification. على فكرة مهمة جدا وعلى فكرة اشرحها بالمنهج وانا خمسين لكل حرف تعال خمسين مرة اسمها covalent modification. يعني ايه كلمة covalent modification؟ قال لك معناها اسمع كلامي activation او inhibition by phosphorylation or dephosphorylation. التنشيط او التثبيت بإضافة الفوسفات او بريموبل او الفوسفات. مش فاهم خالص ركز معايا. احنا نبدا نقرا التابلت ان شاء الله. التابلت كله عباره عن باث ويز مسارات غذائيه. تكسير الجلوكوز ده مسار غذائي. بناء الجلايكوجين مسار غذائي. تكسير الجلايكوجين مسار غذائي. كل مسار غذائي بيحصل بمجموعه كبيره قوي من الانزيمات. ساعات المسار الواحد 9 انزيمات 10 انزيمات او اكثر. مش كل الانزيمات بتاع الباثوي بتبقى نفس الاهميه. ساعات كده بلاش رئيسيين قول له غفلتك انا استضيفك انا ارتقيتك انت بالنسبه لي اهم انزيم في الباثوي. انت بالنسبه لي الكي انزيم بتاع الباثوي الانزيم المفتاحي بتاع الباثوي. يعني انت اللي بيعمل تحبيك الباثوي وشكرا وانت اللي بقى في البيك الباسوي هو انت اهم انزيم في الباسوي انت الكي انزيم. طيب يقول لك كتير قوي من الكي انزيم دي تبقى اكتف ونشطه
وتشتغل لو مش شابك فيها بسوق. يعني دي فيسفولي اللي لو حصل لو حطيت فيها بسوق يعني بقت فيسفوليتك تصير ايه وكتير تاني العكس. يعني في انزيمات تانية العكس تشتغل لو شابك فيها بسوق ولو شيرت البسوق تصبح ايه تكون اتحكم في نشاط الانزيمات بإضافة الفوسفين اللي اسمه فوسفو ريليشن وبالريموفال اوف الفوسفين اللي اسمه دي البروسس دي اسمها ايكوفيلنت موديفيكيشن. الكلام ده والله العظيم ولا 50 مره معايا كتير قوي يا جماعه. لو فهمت الاول مره الموضوع بقى خلص. انا بقول ايه؟ ميتابوليز بالانس ريليز المفروض واحد انزيمات كتير قوي مش كلهم ايكوال امبورتنت. مانيش انا واحد بختار واحد وانت الجامد بتاعهم. انت رئيس القعده انت كي انزايم. الكي انزايم ده سر ارشر بيه فوزيل او اوقف بيه الفوزيل. ساعات كتير قوي 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 كي انزايم يشتغل لو دي سبوريت. طب شبكت بيه فوزيل ما يشتغلش وساعات العكس. فقولي بقى ارشر الانزيم او اوقف نشاط الانزيم بالاضافه للفوسفين اللي اسمه فوسفوريشن وبنزع الفوسفين اللي اسمه دي فوسفوريشن. البروسيس دي كلها على بعضها تسمى ايه؟ فوسفوريشن. لو سالتك اضافه الفوسفين تسمى فوسفوريشن وتحصل بنزين يسمى كاينيز. فازاي اللي بيقال الفوسفين يسمى كاينيز والبروسيس تسمى فوسفوريشن. طب الانزيم اللي هيشيل الفوسفين يسمى فوسفاتيز. اسميه بقى فوسفاتيز والبروسيس تسمى دي فوسفوريشن. طب الفوسفين دي لو حبيت اضيفها اضيفها فين؟ يقول لك الفوسفين بتبقى قالب تراب على الـ OH اوكسيرين او تريونين او تيروزين. اكتب على الامسكين دي امسكين فاضيف الفوسفين على او اتش تخص سيرين او تريونين او تيروزين. ده كفر انا بتكلم عن عيوبين اسمه ريجوليشن اوف انزايم اكتيفيتي. يا اما اغير في اماونت يا اما اغير في اغير في اماونت يا اما اثر في سينثيسيس يا اما في ديجريديشن. اثر في سينثيسيس ازود السينثيسيس اسمه اندكشن واللي يعمل كده اسمه اندكشن. اقلل السينثيسيس اسمه ريبريشن واللي يعمل ريبريشن اسمه ريبريشن برودكت او نوت. او ازود او اقلل الديجريديشن عن طريق التاثير على الانزيمات المسؤوله عن الديجريديشن. طب غير في اكتيفيتي ثلاثة نشط الزيموجين اسمه اكتيفيشن اوف زيموجين بيبقى عبارة عن انزيم سكريتد ان اند ان اكتيفيتي. ليه؟ اكتيف سايكل ماس ازاي اعمل اكتيفيشن ريموفال اوف الكوليكتيفيشن زي دايجستد انزيم ريكسيروجين وريكسيروجين او انزيم اوف بلاد كلوت. اللي بعدها اسمها الستيريك موديفيكيشن انهبيتور وخلصناه. اكتيفيتور بقى عباره عن ماده شبكت مع الستريك سايت وخليت الاكتيف سايت مور ولا ليس دبل مور يعني زودت الاكتيفيتي يبقى قلل. والدكتور قال لنا حاجه الستريك يبقى كمان تاثر كاتاليتيك ولا اكتيفيتور يعني هزود الكاتاليتيك اكتيفيتي يعني هزود يبقى قللت هيب زودت. مين المثال؟ ايه ينشط مين؟ الثالثة كوفيلنت موديفيكيشن يعني اكتيفيشن او انيبيشن بالفوسفوريشن او بالديفوسفوريشن. اللي بيديه فوسفيت اسمه كاينيز واللي بيشيل فوسفيت اسمه والفوسفيت بتبقى على الاو اتش اوف سيرين. خلصنا الاغوال اللي اسمه ريجوليشن والانزيمات الاكتيفيتي. شو الفايس ده؟ الفايس ده والعكس.
والعكس صحيح، فايس فيرسا العكس صحيح. يلا العنوان قبل الاخير، اكتب عليا نظري 2020
they differ in يختلفوا فيه. عد معايا كده structural تركيب properties خصائص كمان rate of chemical reaction سرعة الانتحار. انا بحكي زمن فعلي فترة ما تحكي سوري لا سمعنا سوري يعني ايه isocyanate enzyme that analyze the same reaction but the different structure with properties بتعمل نفس التغيير بس ما بينهم وبين بعض حرب اختلاف ساعات في الاستراكشر ساعات في البروبرتيز وساعات اخرى بسرعه ادائهم للتفاعل. دي اول كلمه ديفينيشن. الكلمه الثانيه بروبرتيز ولو عديتهم سته بروبرتيز والكي وورد كلمه السر الكلمة اللي هي كورنر ستون حجر الزاوية في كل البروبرتيز هي كلمة ديفرنت. يعني لازم في كل خاصية في الآخر تقول ديفرنت. تعالى مع بعض واحدة واحدة ونشوف البروبرتيز ويوقع دي كلمة السر ديفرنت. قولي عشان كده هما different في عندهم different في كنت بجري تيار كهرباء يبقى عندي قطبين الانود والكاثود موجب وسالب. لو الحاجه عليها سالب اراوند تجري عليك الى الانود ولو الحاجه عليها موجب فالتيار تروح فين؟ طالما يا يحيى يا بايظ يا هاشم عندهم ديفرنت كولي بالتايب شيب ولو هجريهم بقى في الكتروفيزا يجوا بنفس السرعه ولا بسرعات مختلفة؟ يعني الكولي بالطيب الشين بتاعتهم مختلفة يبقى الشحنات اللي عليهم مختلفة وأوزان هذه الكولي بالطيب الشين مختلفة يبقى يجروا في الإلكتروفوريزيز بسرعات فأقول they have different electrophoretic يعني يتحركوا في الالكتروفوريزيز بسرعه مختلفه. ليه؟ عشان ديفرنت استراكشر الاستراكشر مختلف فالموبيليتي الحركه في الالكتروفوريزيز برضو ايه؟ مختلف. طيب فاكر يا بايظ يا بايظ فاكر اسمك انا اسمي وانت مش حاجه فكرت انا شخصيا فين؟ شفتك قبل كده كان فاكره السيجنفكنس اوف اوكيشن لا يا سعد يلا فاكره يا فاكره واثنين اي واثنين اول اي اندكس بورد ثاني اي ايه؟ اي اي يبقى different affinity يبقى different كده مش destruction غير بعض
يبقى الافينيتي قدرته على الفرد على السبستريت يرفع يبقى الام برضه يرفع طب رابعة الفرد دي هاف ديفرنت انا وردت كلمة ديفرنت دي كلينيكال يوزز يوم استخدامات الكلينيكية مختلفة بس دي غريبة بستخدمه في تشخيص الامراض في امراض كتيرة انا عرفت في حالك بشكل خاصة عن طريق ايزنز كمان يقول لك they are affected in a different way by activators or inhibitors بنعرف مش شرط ان يكون activator يأثر عليهم كلهم او inhibitor يوقفهم كلهم ساعات activator يأثر على واحد والتاني لا فمش لازم يتأثروا بنفس الطريقة عن طريق activators والinhibitors هم affected in a different way by activators or يقول لك present in the same الحمد لله ما فيش different قال لك لا all different issues ورق ورق يبقى كلمة السر هي كلمة ايه؟ different they have different We have different. الخمسة بيعملوا نفس التفاعل يعني اسمهم ايزوزايت وعندي منشط هل شرط المنشط ده يأثر على الخمسة وينشطه في نفس الوقت؟ ممكن نشط واحد كمان لو في انهيبيتور هل شرط انهيبيتور يوقف الخمسة؟ ممكن اتنين تلاتة فده معنى كلمة دلوف ان هما affected in a different way يتأثروا بطريقة مختلفة بالاكتيفيتورز او كنت بجيب الحاجة واحطها في طبق وماشي بقى الكلام فده عندي قالون واحد لو انا رايون هروح للقالون لو انا طايون اروح فين اسمه ايه الكمبيوتر بيعتمد على حاجتين عدد الشحنات والوزن ركز معايا فلما اقول لك الايز والزايد عندهم different structure ومكونين من different polypeptide chain في عكس الشحنات the same ولا different؟ different والوزن بتاعهم the same ولا different؟ different يبقى هيجروا بسرعات different مثلا مش كلمه التهاب different electrophoretic خلاص يا جماعه خلصنا الdefinition وخلصنا البروبرتي تعالى لأهم لعبة في الموضوع أمثلة يلا يا حبي نشوف عنده مثالين وبقلبك يحبوه مثالين يستعمل دمك أشت لكتير دي هايدروجينيز ساعة التين دكتور لكن بلد الانزيز وين لكتير هايدروجينيز اللي مكون من أربعة بولي بيبتايد تشين ما يخلص خلص له أربعة بولي بيبتايد تشين من البرايمري من السكندري من التيرشري إلى الكوارتر في علم البرو البولي بيبتايد تشين ممكن أسميها سبيونت محتاج فأقول أربعة بولي بيبتايد تشين أو أربعة سبيونتس
او ممكن اسميه اختراع مرو من الجتا يعني اربعه ودول يعني ايه هو اربعه يتشكل معاهم اربعه بولي بوتات يتشكل معاهم كل واحده في الاربعه يا اما تبقى اتش يا اما تبقى ايه كل واحده في الاربعه يا اما اتش يا اما تعرف تحسبه ايه يعني كم احتمال انا عندي اربعه بولي ثمانية ثمانية تعال نشوف تعال نشوف مش ممكن الأربعة يبقوا إنشاد وممكن الأربعة يبقوا إم وممكن ثلاث إنشاد وإم أو ثلاث إمال وإتش أو أربع إمال وإم أنا الترتيب ما يسويش الترتيب ما فيهاش معايا أربعة هو أربعة سنوات وكل واحدة إما إيش إما إيه وإيه احتمال في موجودة ممكن الأربعة إتشان أو الأربعة إما ثلاث إتشان وإما أو ثلاث إما وإتش أو إتش بولي وإما فيه صحيح الإتش ده لقب بولي بتاعك بدل موجودة في العالم تعدد إتش والإم تبقى موجودة في مصر فده إم فهارت إتش بتاع قول في مصر عشان أفرق أصلا يعني أسمي دي أصلا عندي زي ألفا وبيتا إتش و إم طب تعالي أعد بقى الأول ده بسميه إل دي إتش 1 وده إل دي إتش 2 وده 3 وده 4 وده 5 وده كام أيزون زي 5 اشمعنى الاربع اتشات دي بقى واني واشمعنى الاربع امات دي بقى فاي كوزا يعني من مصر هو ولا ايه هو دماغه ريشة هما لك تفضل ايه ليه ده رقم واحد لا انا رددتهم على حسب الالكترو فوريتك موبيليتي السرعة حسب السرعة في الالكترو فوريتك فدايما الاتش اسرع من الام فكل ما يكون عندك اتش اكتر تجري اسرع كل ما يكون عندك إما أكتر تبلي أكتر يبقى الترتيب ده according to it according to the electrophoretic movement بص معايا يقول لك LDH1 ده عبارة عن إيه؟ H H H H فموجود هارت 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 وبيزيد في الدم لو في مايوكارديال انفاركشن تعالى تاني هو LDH5 عبارة عن ايه؟ M موجود في المصل مصل 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 وكمان ليفر ويزيد لو في مصل او ليفر ديزيز لو بصيت على الموت هتلاقي الخمس انزيمات دول اسمهم لاكتيت دايبيتيز الخمس انزيمات دول بيعملوا ذا سيم رياكشن لكن مختلفين الاستراكشر غير بعض والبروبرتيز غير بعض كل واحد في مكان غير التاني والريت اوف كيميكال رياكشن غير بعض يبقى ده مثال على ايزو انزيمز معك يا ولد يلا بقول مثال على ايزو انزيم لاكتين دي هيدروجينيز اسمه ايه سيادتك؟ لاكتين دايبروجين كام سب يونت؟ أربعة كل واحدة من الأربعة يا إما اسمها اتش يا إما اسمها اتش كم احتمال؟ تعال نعد مع بعض ممكن الأربعة اتش الأربعة ام ثلاث اتشات وام أو ثلاث امات واتش أو اتشتين وام اتنين عديت طلعوا خمسة ال دي اتش 1 2 3 4 5 اشمعنى الاربع اتشات اسمه LDH1 هو الاسرع في الالكتروفوريسيس اشمعنى الاربع امات اسمه LDH5 هو الابطا في الالكتروفوريسيس بصيت على وان لقيته H H H H يبقى موجود هار 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 ولقيته بيزيد في الدم لو في جلطة في القلب مايوكارديال انفاركشن بصيت على LDH5 لقيته M M M M يبقى موجود
ماسل مصر كمان. وفيزيك لو في ديزيز بالفصل او لف الخمس انزيمات اسمهم لاكتوب يا جماعة. الخمس انزيمات بيعملوا نفس التفاعل. بس هل هم واحد؟ لا مش واحد. ده في ما بينهم اختلافات. بص استراكشر غير بعض والبروبرتيز غير بعض. كل واحد مجال للتاني وسرعة أداؤه للتفاعل غير بعض. يبقى هي انزيمات متشابهة أو بسميها أيزونوكس. واصلة طب تعالى اللي بعده. يلا خلينا نلعب. المثال اللي بعده يسمى كرياتين كينيز أو سي كي. افهم ده بقى. الكرياتين كينيز مكون من تو فاكتورز وحدتين يعني باي بار. كل وحدة في الاثنين يمينها يا اما بي يا اما ام. يبقى عندي هنا كام حته؟ تعال نشوف. ممكن الاثنين يبقوا بي يبقى بي. او ممكن الاثنين يبقوا ام يعني ام بي. او ممكن واحده بي وواحده ام يعني بي ام في عين. اكيد بي ام بي ام يا بي ام مشاهد من غير بي ام. اجيب لهم منين ان شاء الله بي ام فلوس. لا ما تقولش بي ام. لا يا بي ام ام بي وقدمه. لا سي بي وان وده سي بي وده سي بي. ركز معايا ركز معايا. اشمعنى البي بي وان مش معنى الـ MM3 على حسب مين؟ CD1 اسمه BB موجود بين برين برين ويزيد لو في برين انفارشن ده بروحة. طب CD2 اسمه MB موجود في العظم ويزيد لو في مايوكارديال انفارشن ده بروحة. سيجي 3 اسمه ام ام موجود مصر مصر بس يسكتل اكتر من كاردي. انت المدير اللي خدت اسمه اكيد وخدت السكتل مصر وسموز مصر السكتل كولانتي وسموز ايد كولانتي هو موجود في العضلات بس سكتل اكتر من الكاردي ويزيد لو في مصر جديد. لو ركزت معايا هتلاقي مش يزيد بيرفكت وبيكاترايز السيم رياكشن ما بينهم اختلافات في الاستراكشر وفي البروبرتيز وكمان في سرعه اداؤه في التفاعل. يبقى هما فعلا ايزو انزايم. انا عايز بزمه والضمير اسمع صوتك بزمه بقى. ايزو انزايم باي ديفينيشن دي ار اي سيم رياكشن بات ديفرنت انستراكشن. البروبرتيز كلمة السر ديفرنت صح. صح.
الباقي كله ملغي؟ ساعتين ونص دي بس انا بحكي لك اياها اقطع اقطع ازاي تحسن يزيد طلع الجمعيه اسمها انترناشونال يونت كيمستري اند موليكولار اي او بي ام دي وقالت عايزين نحسن يزيد قبل ما اقول لك هسلموا الانترنت ازاي هسالك سؤال وتقول لي ما تكسبش مني عادي يعني عادي دكتور ما هو مفهوم الليلة الساخنة؟ اوه عيد عيد الليلة الساخنة تاخذ حمام سخن الدنيا عالم شوية هذه ليلة ساخنة ولو واحد تمواز عالم حكي مش ونبود هذه ليلة باردة ولو واحد بيزاك من الكلاسيفيكيشن الديزاين هتبقى ليله يعني هوت ليل هوت ليل هيدروليز عليه زيادة.